السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning and صباح الخير. Today is the first day of عيد الأضحى 1444. النهاردة هو اليوم الأول لعيد الأضحى 1444. متجهين الآن للمسجد للصلاة الأولى، المسجد الإسلامي إن شاء الله. Today is the first day of الأضحى and we're going to pray the first prayer in the Islamic Culture Center in Birmingham. And you can pray two or three prayers if you want with Muslimin. ممكن تصلي مرتين أو ثلاث مرات لأنها سنة، وده اللي بيعمله بعض الناس. هم بيذهبوا لبعض المساجد المختلفة يصلوا مع جماعات مختلفة من المسلمين. Let me adjust the camera. Okay, it should be this way. Okay, should be this way. Should be this way. The most important thing today is making takbir. It is the time now in Birmingham is after 6 o'clock in the morning, and the first prayer, inshallah, will be at 7 o'clock. بعد الساعة 6 صباحا، والصلاة الأولى الساعة 7 صباحا إن شاء الله. As you can see, all the streets of the city are empty because people start to come out from houses at 7 o'clock. ونجد الآن الشارع كلها فاضية علشان الناس تبتدي تخرج لأشغالها الساعة 7 صباحا، وطبعا قبل كده بيكون في مجموعات أخرى بتخرج في هذا الوقت. هنا اليوم بيبدأ بدري جدا من الساعة 6 والساعة 5 والساعة 7 والساعة 8 إلى آخر. And today, as we understand, the working hour in UK is not fixed. Some people start at 5, some people start at 6, but majority of people come out from the houses at 7 o'clock. And now we'll be starting takbir, and you can make takbir with me inshallah whenever you are, wherever you are. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا
لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الحمد لله وصلنا المسجد أنا بحاول أخلع الجزمة دلوقتي عشان داخلين على المسجد إن شاء الله ده المركز الإسلامي في برمنغهام مبني بقاله 50 سنة تقريبا الكاباسيتي بتاعته بياخد حوالي 5000 شخص الحمد لله we arrived at the mosque you can see the mosque behind me إن شاء الله and this was built in the 70s and its capacity up to 5000 people you can see the mosque there the dome and the dome and you can see the mosque I'm entering the mosque now inshallah people are organizing the cars انا عبد الكريم بن سعادة ده استاذنا الكبير تعلمنا على ايده اللي هو العمل الخير في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله ربنا قول للناس كل سنه وانتم طيبين السلام عليكم عيد مبارك كل عام وانتم بخير الحمد لله هذا هو الله علينا وعليكم in French and English هابي عيد مبارك ان شاء الله عيد نور عيد جويو عيد وكل عام وانتم بخير السلام عليكم حياك الله عليكم السلام ورحمه الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا
الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى تعال سلم تعال سلم عليكم السلام تعال سلم على الناس مبارك سلم على الناس سلم على الناس سلم على الناس. السلام عليكم وعليكم مبارك وكل عام وانتم بخير وجميع الأمة الإسلامية في خير وعافية بإذن الله تعالى. وليهم الجنبية جنبية هذه جنبية يمنية التقاليد اليمنية. يلا بالسلامة. عليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. لازم هنا have to take our sack for the shoes, so you can't keep the shoes like that in the mosque actually, and we have to put our shoes in the sack and keep the sack with us. So لازم ناخد الشنطة دي ونحط فيها الجزمة بتاعتنا علشان كل واحد ياخد الجزمة بتاعته معاه ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده. يلا that's it. This sack for every shoes. And go to the mosque, start takbir. الله أكبر الله أكبر. أهلا باليمنيين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الحمد لله. سلم على الناس. السلام عليكم من العايدين كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. سلم على الناس. سلم على الناس. السلام عليكم. بس كده أنت مش فاطر يلا. كلهم كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. يلا يلا والسلام إن شاء الله. حياك الله. جنبية في المسجد؟ الآن لبي لبي الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. هات الكرسي. كرسي كرسي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Now we'll start تكبير إن شاء الله. We'll see you later on إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How can I finish?